الكرام، نرحب معكم مجددا بالسيد عقبه بوزيان شكري رئيس الغرفه الفلاحيه لولايه ورقلا. سيدي، اذا حديثنا الان حديث عن الذره العلفيه كتجربه اوليه في ولايه ورقلا. في البدايه هل لك ربما ان تطلعنا على التفاصيل الذره العلفيه كتجربه اولى في هذه المنطقه سيدي؟ نعم، شكرا جزيلا لتجربة زراعة الذرة العلفية ولأول واسع على نطاق واسع في ولاية ورقلا. كانت هذا العام حيث يعني بلغت المساحة الإجمالية لزراعة هذه المادة 605 هكتار، خصص منها 150 هكتار لمنتوج الذرة الحبية و445 هكتار هذه للأعلاف، وكان يعني منتوج لا بأس به، يعني معدل مردود يتراوح إلى غاية 50 قنطار في الهكتار بالنسبة للذرة الحبية و480 قنطار بالنسبة للذرة العلفية. هالتجربة كانت عبر أربع دوائر للولاية وعبر سبع مستثمرين، وحققت يعني نجاح مشهود وملحوظ، وكانت مبادرة أولى يعني ناجحة، وستكون إن شاء الله ضمن الزراعات الرائدة في الولاية بإذن الله. بإذن الله سيدي، ربما حديثنا عن استقبالكم ربما لأولى هذه التجارب بولاية ورقلا. أكيد أنه كما قلت مستثمرين فلاحين بعينهم قاموا بهذه التجربة، كيف رافقت المصالح الفلاحية هذه التجربة؟ نعم، المصالح الفلاحية قدمت يعني كل العون وكل التسهيلات من أجل يعني إنجاح هذه المبادرة اللي كانت أولى. وكما تعلمون يعني أن الأمور في بداية الأمور تكون مبادرة صعيبة كأول تجربة، لكن يعني شكر يعني موجه للسادة المستثمرين اللي يعني صمموا وقرروا رفقة ما قدم لهم يعني من مرافقة من المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية وتعاونية الحبوب. ولا ننسى يعني الديوان الوطني لتغذية الأنعام، حيث هنا كانت إبرام اتفاقيات أنه مشكل التسويق هو المشكل الأساسي اللي يعني منه كل يعني الفلاحين والمنتجين. المادة هذه ستسوق إن شاء الله للديوان الوطني لتغذية الأنعام، وهذا يعني حافز كبير خلى مجموعة يعني المستثمرين يعني يباشروا هالتجربة، واللي أعطت حقيقة نتائج جد مرضية، ونتمنوا أنها ستعمم عبر كامل تراب الولاية في المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله. إذا سيدي، الحديث ربما عن مسألة ومشكلة التسويق كما قلتم ربما مبدئيا له حل من خلال تكفل الديوان الوطني لتغذية الأنعام بهذه العملية، وهي ربما واحدة من أكبر المشاكل التي يعاني منها مجمل الفلاحون بالجنوب. في حديثنا أيضا عن بعض التحفيزات المادية أو استفادة المستثمرين من آليات الدعم الخاصة بالفلاحة فيما يخص هذه الشعبة بالذات، دفعا لمردود أكثر وتشجيعا لمبادرتهم أيضا سيدي. حقيقة الدولة الجزائرية يعني قدمت كل التسهيلات، وقدمت برنامج يعني من دعم، برنامج يعني جد راقي، وقدمت يعني دعم كبير جدا وتركيز واهتمام بالغ الأهمية. وكما تعلمون سيدي أنه في السابق كانت الثمن تاع الذرة لا يتعدى 2500 دينار، والآن راهو الحق إلى 4500 دينار، وهذا دعما لهذه المادة التي تكلفنا فاتورة استيرادها من الخارج حوالي 700 مليون دولار. إذن هي أرقام بإذن الله ستكون في صالح الاقتصاد. حديثنا أيضا ربما عن توسعة زراعة هذه الشعبة، هذا النوع الفلاحي المخصص كما قلت للذرة الحبي الموجه للاستهلاك، وبصفة أكبر إلى الأعلاف لتغذية الأنعام. ربما حديثي معك عن توسيع هذا المجال بداية لخلق مناصب شغل أولا، والحديث أيضا من بعده عن ربما صناعات تحويلية موازية لهذا الإنتاج الذي نأمل أن تكون أفاقه كبيرة وواعدة سيدي.
نعم بالفعل، نحن نسعى جاهدين كمصالح فلاحية وكغرفة التي ترافق المهنيين وتشرف عليهم إلى توسيع الزراعة إلى عدد كبير من المرشيات المتواجدة عبر تراب الولاية عبر المزارع ومن خلال مجموعة كبيرة من المستثمرين، هذا خاصة ما يخص الذرة العلفية والتي كانت لنا بها تجربة وأعطت نتائج يعني جد مبهرة، يعني 480 قنطار في الهكتار، يعني شيء لا يستهان به، والمنتوج نتاعنا تاع ولاية وردلا في مستثمرة من مستثمراتنا يعني بدائرة نقوسة عند السيد نور الدين زرقون، هذا المنتوج نقدر نقول أنه عم يعني مجموعة من ولايات عبر الوطن، وهذا من أجل تغذية الأنعام وخاصة الأبقار اللي عنده يعني فعل يعني مباشر في توفير مادة الحليب. جميل، ذهبت بنا سيدي إلى نقطة مهمة، الإدماج الفلاحي أيضا واحد من المراكز أو من النقاط التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية في هذا القطاع. حدثنا ربما عن تربية الأبقار في هذه المساحات الزراعية، ربما الآن مسألة تربية الحيوانات والثروة الحيوانية تنتعش أو على الأقل ربما ترتاح ويرتاح المولون يعني في هذه الجهة مبدئيا من مشكل العلف واستيراده الذي طالما أرق الكثير من الموالين سيدي. نعم سيدي الفضل، نحن نطمح يعني ونأمل في الآفاق المستقبلية والقريبة جدا أن يعني يكون عبر هذه الولايات الشاسعة وهذا الجنوب الكبير والذي يزخر ب يعني مساحة كبيرة جدا، على سبيل المثال ولاية ورقلة حوالي 1 مليون هكتار صالحة للزراعة ومحيط من يعني من المياه يعني لا بأس به، محيط يعني مهم جدا. نحن نأمل يعني وكبرنامج وكتجسيدا لخارطة الطريق التي يعني سطرها السيد رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون أول رجل في الدولة ويشرف عليها وزير القطاع اللي هو وزير الفلاحة، من يعني مضمون يعني ومن بنود هذه الخارطة أو ورقة الطريق هو الزراعات الاستراتيجية يعني والتحويلية، لأن الآن لابد أن نمر إلى ما يسمى بالزراعة الصناعية، وهذا من أجل يعني إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في البلاد. جميل، وهي نقطة مهمة ومحورية، أشكرك سيدي. قبل ربما الحديث عن محاور زراعية أخرى بالجنوب، ربما الكلام الذي أقوله ربما قد يبدو مبكرا ولكن أراه مهما، دور المخابر الجهوية أو الوطنية، المخابر الجامعية أيضا ربما في بعض التحاليل والتقييم ولو مبدئيا فيما يخص الإنتاج الذي قيمتموه ربما في ما يخص الذرة الحبي ب50 قنطار في الهكتار والذرة العلفي ب480 هكتار أو طن في قنطار أقول في الهكتار، كعملية تقييمية مبدئية سيدي، هل ربما الاستعانة الآن بمخابر متخصصة لتشجيع وتدعيم إنتاج هذا النوع من الزراعات سيدي؟ نعم، ولا بد من مرافقة كل المخابر وكل المعاهد الزراعية للمهنة يعني للمستثمرين، لأنه يعني آن الأوان وحان الوقت من أجل الحصول من أجل يعني إنتاج منتوجات ذات جودة عالية ومنتوجات ذات مقاييس عالمية، ونركز يعني خاصة في المنتوجات الأخرى كالخضروات على يعني ضرورة وجود منتوجات بيولوجية، وهذا ما نسعى إليه وهذا ما نأمل يعني أن نحققه، رغم أن المنتوجات الجزائرية تملك يعني جودة عالية وتتصف بالجودة العالية وبيعني طيبة المذاق وبيعني امتيازات كبيرة بالنسبة للمنتوج الجزائري، إلا أننا يعني نسعى جاهدين ومن برامجنا يعني في الأفاق أن تكون لنا منتوجات ذات جودة عالمية وبمقاييس عالمية ومنتوجات بيولوجية إن شاء الله. في حديثنا عن باقي المنتجات الفلاحية، العارف بالوضع الاقتصادي في الجزائر يعرف أن المناطق الجنوبية وخاصة الجنوبية الشرقية عرفت في السنوات الأخيرة إنتاج أنواع من الخضر والفواكه أصبحت توزع يعني على
كامل التراب وتغطي كامل التراب الوطني تقريبا. نتحدث عن هذه الزراعات، عن توسيعها، عن أفاقها أيضا في التصدير سيدي، سواء إلى دول الجوار بالجنوب أو من خلال الاكتفاء الذاتي الوطني سيدي. نعم، هناك تنوع في الآونة الأخيرة، هناك قفزة عملاقة للجنوب بصفة عامة ولولايتنا وولاية ورقلة بصفة خاصة، هناك تنوع كبير في 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 الخضروات والفواكه، والآن يعني نحن في موسم جني المحاصيل الحقلية يعني في الشتاء. أؤكد لك سيدي أنه هناك بولايتنا ما يزيد على 40 نوع من الخضروات والفواكه، ومؤخرا ولاية ورقلة أصبحت يعني تشتهر بإنتاجها للحمضيات اللي كانت مفقودة ربما في سنوات ماضية. هناك إنتاج للزيتون، هناك إنتاج بالإضافة إلى الإنتاج الرسمي والأولي واللي هو مادة التمور وبيعني كميات هائلة جدا. هناك إنتاج يعني للخضروات في البيوت عبر البيوت المحمية من الطماطم والكوسة والفلفل الحار والحلو بطبيعة الحال. يعني بالنسبة لإنتاج الخضروات، إنتاج الخضروات يعني بحقق حوالي 1,000,000 قنطار في السنة الفارطة، وهذا شيء يبعث على الارتياح. وكما تعلمون ومن خلال يعني هذه الجائحة التي أصابتنا والتي ندعو المولى عز وجل نرفع عنا الوباء والبلاء، أن المنتوجات الفلاحية كانت متوفرة وبغزارة على الأسواق، ولم يشهد أي شح فيها، ولم يعني يشهد أي غلاء في الأسعار، بل بالعكس كانت الأسعار في متناول الجميع، وهذا بفضل المجهودات الجبارة التي قدمها الفلاحون. واليوم المنتوج تاعنا يعني على مستوى الجنوب أو ولاية ورقلة خاصة راه يسوق من مجموعة كبيرة من الولايات عبر الوطن، ويعم كل يعني التراب الوطني. والحمد لله اليوم الولايه نتاعنا راه تساهم بشكل مباشر وبشكل كبير في اثراء السوق، وفي يعني ومحاوله من فلاحينا في تحقيق الاكتفاء الذاتي. جميل، ربما نقطه مهمه اشرت اليها سيدي ونجددها معك ايضا، كل التحيه لكل الفلاحين في الوطن وبالجنوب والجنوب الشرقي تحديدا، ما دامنا اليوم نتكلم على ولايه ورقله من خلال التحدي خلينا نسميه الذي رفعوه خلال هذه الجائحة وهذا الظرف الصحي كما قلتم سيدي، وتوفير مختلف الأنواع من الخضر والفواكه لكل السوق الوطنية. مجددا ربما إذا تحدثنا في البداية عن الذرة العلفي، تحدثنا عن مشكلة التسويق، قلنا أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام قد تكفل مبدئيا بمسألة التسويق، ماذا عن المنتجات الأخرى سيدي؟ ذكرتم الحمضيات، الزيتون، التمور وغيرها من الخضر والفواكه اللي عددت أنواعها إلى أكثر من 40 نوع. ربما مسألة التسويق مجددا تطرح بقوة، هل المشاريع الموجودة الآن للبنى التحتية الوطن وأيضا المأمول استلامها كفيلة بخلينا نقول إزاحة هذا المشكل اللي هو مشكل التسويق؟ نعم سيدي، الفضل الله، نحن نأمل أنه هناك تكون آليات كبيرة وآليات قوية، لأنه المشكلة الآن في الجزائر عموما وفي الجنوب وولايتنا خصوصا لم تعد المشكلة هذه أنه نحن نفتقر إلى الإنتاج، الإنتاج متوفر وبغزارة وبكثرة. هنا لا بد أن نركز على نقطة معينة ونقطة مهمة جدا في هذه الحلقة اللي يكون فيها الفلاح هو الحلقة الضعيفة، يعني الفلاح مكلف فقط بالزراعة والإنتاج وليس مكلف بالتسويق. وهنا إذا كان ما مريناش لهذه النقطة وهذا المنجد اللي هو الصناعة التحويلية، هنا الفلاح راح يتلاقى مع مشاكل صعاب وعوائق كبيرة في تسويق المنتوج، وهذا قد يؤدي إلى عزوف بعض الفلاحين، لأنه الفلاح اليوم راه ينتج بكميات غزيرة جدا ويبقى مشكل التسويق مطروح. ولعل خير دليل على مادة الطماطم في هذه الآونة الأخيرة بالجنوب اللي كانت الثمن تاعها حوالي 10 دينار ولم يكن لها يعني لم نجد لها أي تسويق، وفي الوقت الحالي مادة البطاطا كذلك. هنا الفلاح
لما يكون كل موسم ينتج وينعدم التسويق أو آليات التسويق أو آليات النقل عبر التراب الوطني، هنا ضعيفة ضعيفة نوعا ما، رايح يتأثر الفلاح ورايح يعني المنتوج تاعو ما يتسوقش، وهذا رايح يخلق لنا مشكل كبير ياسر في الإنتاج. ونحن من يعني من خلال هذا المنبر وهذه الجلسة الطيبة نطالب بإدراج الصناعة التحويلية، أي أن لا بد من أن نقطة الصناعة هذه تكون موجودة لإنقاذ الفلاح ولتسويق منتوجات الفلاح التي يعني ظلت غزيرة وغزيرة جدا، وعلى رأسها نحن في الجنوب مادة التمر التي شهدت كسادا كبيرا، ومن بعدها مادة الطماطم، وهنا نعيش بداية أزمة يعني في أسعار البطاطا، وهذا لعدم توفر الصناعات التحويلية. أشكرك جزيلا، وإن شاء الله رسالتك معنا سيد عقبة بوزيان شكري رئيس الغرفة الفلاحية لولاية ورقلة. قبل أن أختم معك ربما خلي لك رسالتك اللي توجهها للفلاحين في عموم الولاية، ربما للتوجه إلى الغرفة الفلاحية لولاية ورقلة للاستفادة من بعض التحفيزات الإرشادات أقول والتوجيهات أيضا سيدي. نعم سيدي الفاضل، نحن الفلاحين نوجه رسالة للفلاحين بالاتجاه دوما للغرفة الفلاحية لاستقاء المعلومة وللمرافقة، الفلاحين ودائما يعني نقدم لهم كل النصائح، ولا يفوتنا يعني أن ننوه يعني بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة الجزائرية في قضية تقديم الدعم للفلاح من كل في كل جهات وفي كل النشاطات. هذا الفلاح الآن اللي هو مطالب بتقديم القيمة المضافة للولاية، واللي راح نكونوا كغرفة فلاحية في مرافقته، والفلاح دائما نحن نقول أن أركان الدولة الجزائرية هي أربع أركان، هو جيش يحمي الوحدة الترابية، ومعلم يربي الأجيال، وطبيب يداوي المرضى، وفلاح يضمن الغذاء أو يوفر الغذاء، فهو أحد الأعمدة الأساسية للدولة، والذي يشارك مشاركة مباشرة يعني بكل ما أتي من قوة في السيادة الوطنية، لأن السيادة الوطنية لا تكون إلا بتوفير الغذاء. كل الشكر سيدي السيد شكري أو عقبة بوزيان شكري رئيس الغرفة الفلاحية لولاية ورقلة، شكرا لك جزيلا سيدي على تشريف دعوة برنامج الظهيرة، وشكرا لك على كل هذا التفصيل.